سؤال تاني بيقول كده: كنت بحب صديقتي وهي بتغلط فيا، حاولت كثيرا أن أنصحها وهي لا تستجيب، ماذا أفعل؟ كنت بحب صديقتي، معلش كنت بحب، دي نقطة أنا عايز أقف قدامها. أنا أتمنى أنك تقولي كده: لسه بحب صديقتي. اوعى تخلي تصرفاتها تطرد محبتها من قلبك. طيب، هي بتغلط فيا، واضح ان انت عاتبتيها مرة واثنين وثلاثة وان العتاب ما جابش نتيجة، ماذا افعل؟ اقول لك على كذا خطوة. خطوة الاولى: لو في شخصية كبيرة مرجع ليها زي اب اعترافها او حد من الخدام الكبار او حد كبير في عائلتها ليكي دل عليه وهيتصرف بحكمة، ممكن يتدخل في الموضوع ويحاول يرشدها أو ينصحها. مفيش، هنلجأ إلى، وفي كل الأحوال هنلجأ إلى أن أنت تصللها. صللها وتقولي لربنا كده: ارفع يا رب عنها، ارفع يا رب عنها شيطان الغضب أو شيطان الغلط في الآخرين. تصللها وتصللها بعنف، وينفع ان انت تعملي مطانية كل يوم عشانها، عشان ربنا يرفع عنها الحرب دي، لانها غلبانة مغلوبة من الحرب ديت. تالت حاجة: من جواكي من فضلك سامحيها. يعني ايه سامحيها؟ يعني اغفري، انسي الاساءات بتاعتها، ومن فضلك ما تفكريش في اللي هي الاساءات اللي بتقولها. كل ما تيجي على ذهنك هذه الإساءات اطرديها زي ما بتطردي أي فكرة شريرة مش عايزاها تقعد جوه مخك، لأنك لو فكرتي في الإساءات بتاعتها هتدنيها من جواكي، والفكرة هتكبر وتكبر، وعدم محبتك ليها هيزيد. رابع حاجة: حسب طاقتك، لو محتاجة أن أنت تبعدي عنها، تبعدي عنها وتقللي التعامل معاها، وارد، بس من فضلك خلي بالك لا تكوني شايلة منها، لا تكوني من جواكي بتكرهيها أو بتدينيها. احذري دي، المحبة بتكسب، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول: المحبة لا تسقط أبدا. المحبة بتكسب في الآخر، المحبة بتكسب في الآخر. راجع تاني معاك كده: هندخل الكنيسة أو حد كبير، هنصلي عشانها، هنصلي عشانها، والصلاة ممكن توصل للمطانيات، هننسى وهنبطل تفكير في الإساءات بتاعتها. قد نحتاج ان احنا نبعد عنها من اجل سلامنا ومن اجل ان احنا ما نعثرش فيها اكتر. سؤال كمان بيقول كده: